هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا للمرة الرابعة يتم يعني رئيس جمهورية يستقيل، ما يقولش علاش يستقيل وما يجي حتى واحد يشرح علاش استقال، لا الشادي قالوا علاش استقال وكيفاش استقال ولا هو تكلم وما أقالوه ولا يفتحوا المجال يخليوا الناس والتلفزيونات وكذا، خاصة وأنه كل الاستقالات هذه تمت في إعادة التعددية السياسية الحزبية والتعددية الإعلامية، ولكن الكل يخضع للبندقية، الكل يخضع للرونجرز، سيناريو للرونجرز على راسه ديالك، والكل يقبلوا بالخضوع ولا واحد يناقش ولا واحد يعلم. شاد لي استقال ولا واحد علق ولا واحد قال كيفاش تمت، الا واش تجيهم املاءات من هاد المخابرات. بوتفليقه استقال كيف كيف، صغوار استقال كيف كيف، اليوم تبون كل كاوزو ما يقولوش استقال راهو اعلن عن انتخابات مسبقه. ايه علاش انتخابات مسبقه؟ قولوا لنا وعلاش. ما نقولكش وعلاش، لانك انت يا شعب ما تسوى والو في عينين هذا العصابة، ما تسوى والو، انت مداير باش تصفق ولا تسقط، ولا حبيت تفهم تروح للحبس. المنطق اللي يتعاملوا به مع الشعب الجزائري، الشعب اللي انجب ابطال لم يعرفها العالم ولا دولة في العالم انجبت ابطال مثل بن مهيدي وبن بورعيد، يعني جيل كامل، وعبان وزيغود وسيد حواس وميرا روح ولطفي وغيرهم، ابطال يعني زعماء، زعماء ديدوش مراد بوصوف، يعني عندك ما منسى من الكاهنة وروح فاطمة سمر وجميلة بوحيد وبوباشا وبوعزة ومالكة قايد ووريدة مداد وروح وروح ومريم بالميهوب وغيرهم وفطومة وزقال، ما شاء الله من أسماء. شوفوا الشعب دولة، جيب لي أي دولة ذكرني فيها أربع نساء ولا ثلاثة كما ثلاث جميلات. التاريخ وهذه يعني الجزائر انجبت الابطال باش من بعد يكونوا احفادهم الرخاص اندال يقبلوا الستاره؟ لا ابدا ابدا، ما يقدروش يقبلوا بالذل. شكون يذلهم؟ يذلهم ناس جبانة. لو كانوا هاد الناس هادو قال قوة، هاي واحد كيما تبون كتقول لي راهو عنده لافتة ديكتاتور، تنقول لك يا خويا صح ماي فاتشا تاع باخاخا تبون، هو بعد اول واحد اللي مقهور ومذلول من طرف العسكر. لو تجيب لي انت الفاتشا تاع شنقريحة تقول هذا البوال هذا يبول على روحه، هذا يحقر شعب كامل، هذا البوال هذا المهبول تاع الجبار هذا يحقر شعب كامل. شو فيكم؟ أو بلوس دو سا سي دي طاري حابسين، مخاخهم حابسة ما كان والو. كل ما يعرفوه أنهم يحتقروا الشعب، احتقار الشعب إلى متى؟ إلى متى؟ كيفاش أنتم يا ولاد الحرام متبعين لي كمشة تاع صحار وقال هادوما يطالبوا بحق قرن المصير ودار لي حرب 50 سنه وخاصه 1 مليار دولار كل عام عليهم،
كان حق تقرير المصير. والشعب الجزائري 44 مليون ما عندش الحق في تقرير المصير، ما عندش الحق ينتخب رئيس جمهورية بكل حرية وبكل ديمقراطية، يخرج من حزب سياسي، يخرج من تنظيم جماهيري، جيب لي انت واحد من بوتفليقة ما عنده لا حزب لا والو صابر على الجمهورية، تبون لا حزب لا والو صايب راس الجمهورية، وشكون اللي جاب له الإمضاءات وشكون اللي جاب له كذا ما على بالناش. زروان كيف كيف جاي لا حزب لا والو رئيس جمهورية ونفتح الدودية. يعني إلى متى وهاد ولاد الحرام يحكروا في الشعب يجوا يفرضوا عليه واحد طرطور يمشي به كما بغاو؟ إلى متى؟ هذه السياسة تاع الحقرة وكلمة الحقرة موجودة غير في الجزائر، غير في الجزائر. قال لك يا ولدي الحقرة بزاف، الحقرة جاية من فوق وتحت. الشعب الجزائري لازم يوقف، لازم يرفد راسو. مازال التسجيلات موجودة، مازال التسجيلات موجودة في قناة المغاربية خاصة. يا ولدي هذا نظام ضعيف، هذا نظام تنسف عليه يطيح. وهذا ما تأكد، هذا ما تأكد في فيفري 2019 ولا ياخذوا في بعضهم. ولكن المشكل هو انه الشعب ما كانش عنده تأثير، ما كانش عنده البديل. كاين وجوه ما شاء الله، كاين وجوه، ولكن ما كانش الانسجام، ما كانش التأثير وتنظيم. يمكن تسرقوا لهم الحيرات، تسرقوا لهم الثورة، شكون يسرقها؟ واحد ولد حرام الله لا يرحم فيه عظم، ها ولادو كاش راه مرخصو، عايلتو كاملة مرخصة، يقتلوا زوج ولادو قتلوهم له ويسكتوا، خاوتو ساكتين، هم ساكتة، خواتات وسابوا بني عمهم كاع ساكتين، الحرام، ها؟ خافوا، خرصوا واش دار باباكم الله لا يرحم فيها عظم، قولها ما فيها حتى حرام، احنا في شهر رمضان، لا، لأنه هذا كان ثورة جيش التحرير، كان ثورة نوفمبر، كان جيش التحرير اللي كان معاه خان شهداء، خان شعب سرق شعب لعب مصير أمة، سي نورمال واحد يقول عليه ولد حرام والله لا يرحم في عظم، شنو أهلك أمة؟ شوف اليوم واش خلى موراه، خلى موراه عراية دي فوي، لأنه هو بعد ولاد دي فوي. دونك العصابة هذه لماش معتمدة باش تقدر تفرض سيطرتها على الشعب الجزائري، معتمدة على سياسة الحقر. دونك الشعب ساكت، حقرينو، قمعينو، راه يمشي. لابد انو الحقرة هذه تنتهي، باش ذاك الوقت نشوفوا كيفاش لا تعنى لك اللي باش يعول لي يقول لك على هذا هو العسكر، ما كان لا عسكر والو. انا اليوم في اتصالات مع اخوان عاملين في جيش الجيش الوطني الشعبي، سواء في الاجهزه الامنيه وخارج الاجهزه الامنيه، اقسم بالله واحنا في رمضان، اقسم بالله واحنا في رمضان، انهم مستائين، مستائين، ويقول لي حل الواحد هو الشعب، الشعب برك اللي قادر يوقف في وجههم. علاش تحب انت كوديتا ميليتار بالعسكري ينوضوا يديروا ميوتينري وتولي فيها؟ لا، الشعب يوقف، الشعب يخرج الشارع، الشعب يخرج الشارع ويحبسهم، ما يقدروا يديروا والو، لانه لا جيش راح يضرب يضربهم ولا بوليس يضرب. الناس كل مستائنة، هذه الزمرة راهي وحدة تنسف عليها، هذه الزمرة تنسف عليها تطيح ويهربوا كما هربوا في 2019. حسين بولحية كان هرب اسبانيا، ناصر الجن هرب اسبانيا،
جبار في الحبس، لابس كارسون تي كود بويت كيف وداير الحيط يهضر وحده. عندكم ما تخافوا، عندكم ما تخافوا. ما تعني يقول لك وي فرنسا وما كان لا فرنسا لا عمار بوزوا، كان لا فرنسا لا عمار بوزوا. تكلموا على فرنسا ودورها في الحكايه بعد الفصل.